من جديد أهلا بكم مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك. نحن معكم مباشرة من مدينة الميناء وتحديدا من بالقرب من مخفر الميناء، حيث تجمع من جديد أصحاب جرات الغاز يلي تم سرقتها منهم بخلال شهر رمضان المبارك الماضي. طبعا هيدي القصة اللي كانت عم تنتشر أكثر وأكثر بشمال بطرابلس، تحديدا بكل ضواحي المدينة وحتى بمدينة الميناء. بمدينة الميناء بس 1860 جرة غاز انسرقت من أصحابها. تفاصيل أكثر مع الشباب، في تفاصيل جديدة خبرتوني عنها يلي هو صاحب أو اللي سارق الجرات عم يستفز أصحابه وعم بيقول لهم أنه ما بدي أدفعكم لا حق ولا طيب. المختصر ما طول عليك، الموضوع صار بكل الرأي العام بكل الشمال وموجود عند الدولة. أول شغلة ما حيخد من وقتك، بدي أتشكر شاب ما بيقدر يطلع معنا اللي هو أوص واسمه أحمد ديليتي، هذا كمان قاله منه 100 جرة، وأنا اسمي عمر حصني من أبو سمرة إلي منه 140 جرة غير المينا والإبة. عم بحكي هلأ عن حالي لأنه الدولة كلها عارفة كل منطقة دائلة منه. وصلنا خبر أنه هذا الصبي وزع للي بده يوزعه للي حاملين سلاح بالمناطق، وزع لهم خاف منهم واحتمى بالدولة. كيف احتمى؟ نام بده عند الدرك، قال خلص أنا بنام بكل اللي رفعين فيني دعاوي، المينا الإبة أبو سمرة 7 دعاوي مرفوعين فيه، يعني لهلأ ولا شيء ولا أنا رفع دعوة، ما حدا طلبني لا تحرية ولا دولة ولا مخابرات ولا درك ولا حدا. طيب إذا بده يدل ينام فيهم، يعني نحن غابة منا عايشين بدولة، إذا نحن عايشين بغابة لا نكفي، لأنه الموضوع ما معلق عند بيو، كل القصة عند بيو. ليه عند بيو؟ أنا عدت معه 5 أيام وقت مرق بالأزمة وصار يكذب أنه انسرق، مع العلم أنه هو بيعن، كل العالم بتعرف أنه بيعن. كان عم ينسع مع أبوه اللي هو اسمه كفاح الرفيعي، ما حدا يقول أبوه ما خصه، هو قايل أبوه ما خصه، أبوه البوس الكبير اللي كان ينسع ويعطي كل المناطق اللي حاملين سلاح. هلا نحن ما حملنا سلاح، عملنا دعاوي، دعاوي ما عطانا ولا حبة. بالدولة بيقولوا لنا خلص حينام فيهم، فهل ترى هذا الشيء موجود؟ شو يعني ينام فيهم؟ يعني خلص راحت عمه 3000 جرة بطرابلس للفقراء وبينام فيهم، ما عنده مشكلة. والقضاة عندنا قانون أعوج، يعني دعوة وتنتين وثلاثة وأربعة بيحطوهم بواحدة، يلا بينام 3 أشهر وبيطلع، بيكون خبط شمال كله وخبط الفقير ما خبط الغني، يعني أخذ مصاري بعز رمضان من الشعب الفقير. بس نحن عم نحكي هون بس كرمال الرأي العام، بس كرمال مع القضاء. مظبوط، هلأ مع القضاء أنا أحكي بأسلوب، هلأ مع القضاء. أنا بدي منه 300 جرة، 248 أنا وأبوي الأيوبي 45 قنينة. عمر عم يحكي بالقضاء، انا ما احكي بالقضاء، انا عم احكي ابو المخ اللي بده ياخذ عالم على الحاج ويعمل رحله على جسي، بده يبرع عن البالما اذا بده يروح يعمل رحله على على البالما، او يعمل بده ياخذ العالم على الحاج ويلم مصاري كرمال يعطينا. بيقول لي انا قبل شهرين ما فينا اديك مصاري، هالعالم بديش اللي عندي على المحل، سكرت محلي وسكرت رزقي انا كرمال مين؟ كرمال هشام وابوه. بعدين محمد الشوفير كان ينزل له لابوه على المحل، على قلب محل ابوه ويحمل من عنده. لا عمول أبو، أنا ما إلي عليه في الأبنين. تفاصيل الجرر كلها جاهزة، يعني الشعب بيعرف الجرر وين راحت وكيف انسرقت، والأخبار أكثر موجودة عند الدولة. بعدنا ناطرين. أنا عنده عربية بليلة ببيع لي، حط جرة عندي، يعني أنا كل العالم الفقيرة اللي ما معها حق مرحبا، يعني لو ما 300 ألف 400 ألف بحب الجرة ما جابها لعنا، لا يجي الأبن الحرام ينصبون علينا. نحن بس عم نحكي كرمال الرأي العام، عم نحكي تقريبا عن 3000 جرة، خلينا نقول حق الجرة 30 دولار. يعني نحن عم نحكي عن 90,000 دولار. بلنا ما ب 20 دولار يا عمي، خلينا نسحب نتاع العالم. هذا الفقير يا اخي يعطيه 20 دولار. بس ما عطى الفقير، عطى الزعران. هلا هو حكيت بمنطق ثاني. عطى اللي عم يحكيه بالقوة. عطى اللي معه. وبده بالقوة، نحن حنطلع عليه بالقوة، وابوه ما حيروح يعمل عمره ولا حيرجع على الحاج ولا حياخذ رحلة على الحاج. نحن ناطرين القضاء، إذا القضاء حكموا فيهم ينحبس. نحن يمكن ما لو القضاء حبس انه ينحبس فيهم، هو ما حيبقى بالمخفر، حينسحب من قلب مطرح ما هو موجود، هو وابوه واهله والعالم كله. وقت اللي بده ما حنعرف التعصيب، وقت الواحد الفقير وقت اللي بيخسر. طب انا ميني مضطر، انا عندي 140 عائله، ما عندي غيره، يعني عم بحكيك 140 جره، يعني 140 عائله. انا اذا بدي فوت بيناتهم مشاكل لل 140 عائله، لا فوت بعائله واحده، ما فوت 140. فناطر الدوله يومين ماكسيموم، ما في بيوته مطرح ما هو بباب الرمل بالسجن. انا عم بهدد هلا علنا،
مطرح ما هو بالسجن بده ينسحب من قلب السجن. يا اما الدوله تتحرك يا توعد يا يجيبوا ابوه يعمل تعهد للعالم لو على وقت، ما عم نقول له هلا، لو على وقت. اذا ما في شيء جمعه جاي بتشوف الحكي غير، او بتسمع انتو والاعلام بيسمع انه القصه كبرت ويمكن يصير فيها اكثر. فنحن ما بدنا يصير في بقى دم ولا يصير مشاكل، لانه لو ما هذا الشاب اللي له معه جرر اللي اسمه احمد دليتي وقفوا هذا الصبي كان هلا بتركيا ونحن الشعب عم نقتل بعض. بس منيح اللي تقوص وتوقف لنقدر نوصل لحقنا، وبرضه ما عم نوصل لحقنا. في ناس عم تسال انه كيف انغشيتوا فيه؟ هو املكم اول فتره املكم كم جره؟ الناس وصلت فيه مثل ما فهمت هيك الخبريه. هلا اللي بده ينصب بخطط، اما لكل منطقه 1000 1200 بالمينا امن لهم 1200 جره يقول للعالم. الناس وصلت فيه اول طريق بعدين اعطاه 1200 وعبي 400، يعني اللي بده يسرق كان سرق 1200، ليش بدي يفكر ليسرق 400؟ فهو مخطط الطول اللي على شهر رمضان المبارك اللي هو ما بدنا نقول خنزير هو وعائلته، عمل هين نصبي على كل المناطق قبل العيد بيومين ثلاثه، خبط الجرار بيعهم وراح كان بده يسافر. كمان عمر وين بيبيعهم هول الجرار؟ مين بيشتريهم منه؟ بالمخيم. يعني ليك شايف الشعب كله بيعرف الجرار وين مباعد، كله بيعرف انه مباعه لمطرح تاني ليقدر يستفاد فيهم هو وابوه والشركه وما بعرف مين معه. عم بقول لك شيء منه طبيعي، انا عشت معه ثلاث ايام ماسكه تما يهرب، تليفونه ما يهدى، تنسيق كان مع بيو ومع حدا من شركات غاز ومع حدا. طيب نحن وين بدنا نوصل؟ نحن وين بدنا نوصل معه؟ ما بدنا الاسامي اللي هناك، دوله كلها بتعرفهم الاسامي، ومحطوط اسمه للشاب اللي عم تقول اسمه ابو ريان محطوط بالتحقيق، ما انطلب. طب انا رافع دعوه ما انطلبت. اللي هو اذا بدنا نقول هو اللي اشترى الجرات منه؟ لا لا، من اللي شاري، هو اللي شاري، بده يعمل صفقه سرقهم من الشعب ليبيعهم على سوريا او لشي مطرح ثاني. احنا اللي اشترى، احنا قلنا اللي نصب علينا مثلا، بس هو اللي نصب. وين بيعهم؟ مين بيعهم؟ هيدي شغله الدوله هي تعرف. وانت سالتني كيف امنا له؟ عبى 1200 1300 جره للعالم. وقت اللي بده يجي يقول لي اجى على منطقتي ابو سمره، وقت اللي بده يجي يقول لي حرام شوف مين فقير عبي له 50 جره، عبيت لميت عبالي يهن، لميت تاني 50 عبيت، لميت اخر لمي اخذون وفال. طب وبعد انهاء قلنا نحن شهرين انضرينا كلياتنا. قل له من كشفه كمان اخر 15 يوم كنا العالم كله. طيب ما سماح بعد عندك شيء؟ ايه بس بدي احكي كلام ثاني. يلا اتفضل احكي. بس انا معي اسباب. انا عندي ست الوالده هلا بدي القدس. عندي ست الوالده اعطتني جره عبي لها اياها، هلا عم تضع الجره تطبخ الطبخة ما عندها غاز، نصبوا عليه جارتين وبشكي لالله بجاه الشهر الفاضي. كل العيال نفس الجملة على فكرة. هذا الوصل وفي عالم على غاز صغير عم تعبي. هذا الوصل. طيب نحن كيف كيف بدك تلحق للشعب كله؟ هذا الوصل بدون اسم، بدون اسم شركة، خلينا نقول هو وصل عادي. هذا وصل، هذا اعطيتهم جارتين بالوصول، اعطيتهم جارتين سلموني جارتين. قال الحج اودي بلا غوص، بس الله يستفل فيه بجاه لا اله الا الله. نرجع بنذكر بس مشاهدينا انه تقريبا خلي الحق الجره 30 دولار يعني 3 مليون ليره لبنانيه تقريبا. عم نحكي جره فاضيه مش معبيه. سماح خبرت في فويسات بدك تسمعينا يهون، في اشياء بدك تسمعينا. حارجع اطلع مره ثانيه. اول شيء مساء الخير، بالتحقيق تاعي اجى اول امبارح تحقيق لالي، بعت لي خبر هشام رفاعي من قلب الحبس من باب الرمل، كتر خيرك يا هشام. بعت لي انا بعتهم ما قالك معي شيء لا انت ولا اهل المينا، وابوك بيعرف وين انت بعتهم يا هشام. انت بعتهم على سوريا من مخيم البديوي، من مخيم بيروحوا على سوريا. انا حاحكيها علنا، ما بقى فرقانه معي لانه ما عندي شيء اخسره، واذا بدك تبعت حدا يقوصني كمان ما بقى عندي شيء اخسره، لانه اللي حط هي الرقبه هو بشيء لرب العالمين، ماني خايفه ابدا. الشغله الثانيه، عفوا الشغله الثانيه، ليك يا كفاح رفاعي يا ابو عبود الملقب بابو عبود، انت عم تاخذ عالم على الحاج. هلا انا حقطع لك رزقتك على الاخر، كل حدا بيروح معه على الحج هذا واحد نصاب. مقطوع الطريق. شغله ثانيه يعني ما حدا يحجز معه لانه مقطوع الطريق عليه. شغله ثانيه يا ابو عبود، اللي وعدتني اياه ما عملته. حسمع فويس اللي بعته انت للعالم،
جاهز معكي الفويس؟ جاهز معي الفويس وهلا عم سمعه. انت خايف من الدوله وانت انا بعرف كل واحد عم يشد على الحافك، انت عم تدفع له وعم تنباع الدعوه تبعيتي. الدعوه تبعيتي حدا ماشي فيها لانه انا الوحيده انت حاطط راسك فيني. انا ما تحط راسك فيني، انا حط راسك مع ربك لانه انت الله اللي حياخذ لي حقي انا منه مشكله. واهل المينا بدها تسامح بتسامح وما بدها تسامح هي حره، انا واقفه معهم للاخر. انا سامحوني لالي مش لالو، الله لا يسامحه هو، بس انا العالم ما راح تسامحك يا ابو عبود. شغله تانية، الايكو غاز ال530 جرة قبل ليله العيد تهربوا من محلك يا ابن الحرام، يا ابن الحرام تهربوا بمحلك. وهشام رفاعي بعت خبر لزلمه قال لهم انا هربت 530 جره بقلب المحل. انا لما طلع اشاره بدعوتي بعتت تحري لهونيكي على المحلات، اتفتش محل مستودع خردق بمقابل محلك بالنزله لشاب من باب الرمل. فضى محلات، فضيت انت المستودع وفضيت محل التبغ والتنبك من الدخان. انت متت اذا رح لك دخان، بس انت كله قبل ما تصير انت عندك ديبو ورا برديه يا ابن الحرام، مصور من قلب محلك. انا ناس صورت لي اياه، كان عندك جرار غاز وصور معي الغاز، صور ايكو غاز معي خبينهم كانوا بالمحل. تاني شغله، ابنك هشام رفاعي قايل لي انت بتعبي من شركه ايكو غاز. انا بدي وصل هيدي المسج لشركة ايكو غاز. ايكو غاز انت بتعبي بقلبك كل بالشهر 8000 لتر، انت بتعبي 8000. انا وين جرار الغاز لأهل المينا اللي وعدتوني فيهم 530 جرة ايكو غاز؟ كان بدو يعبي ليهم مختومين 10 كيلو ليلة القدر، بدهم ينزلوا. الله لا يعطيك عافية بجاه النبي، قلت لي على العيد بدهم يعيدوا المينا احلى عيد. لك الله لا يوفقك انت وابوك وامك واختك وكلياتكم. بس نحن متأكدين من معلومة الايكو غاز، متأكدة 100% لأنه هو عطاني أول شغلي أنا وياهن. هي أهل المينا موجودة، أنا كان عم بيجيب مختومين إيكو غاز، عطيت أنا لأهل المينا مثلا من 500 حبة 100 يمرق لي إيكو غاز 10 كيلو. الإسترالي إذا أنت عم تسمعني يا إسترالي اللي أنت كنت بيعت له مصاري أول رمضان، وأنت عم تقول للأب إجاء اتصال الإسترالي دق له للأب قال له أنا بعت لك مصاري لأهل المينا ولأهل طرابلس تساعدهم، ما لا أنت تنصبهم. أنا معي خبر بالإسترالي، الإسترالي بس ما بعرف شو اسمه. كله على التليفون قدامي، كله على التليفون قدامي. وصلتوا مع إيكو غاز ولا ما توصلتوا؟ ما توصلت، بس إيكو غاز الصور معي انا جرة كمان، انا اخذك كنت جرة لبيت بس هون عمي. بس كرمال الناس اللي عم تسمع انه نذكر اسم الشركة ايكو غاز. انا هي دخل بالنصب اذا بدنا، ما دخل بالنصب ابدا، هم كانوا يعبوا من فوق. أوكي. كانوا يعبوا من فوق جرة الغاز في 530 جرة يا ابو عبود، يا الملقب بابو عبود بباب الرمل، يا ابو عبود الرفاعي، يا ابن الحرام اللي وعدتني. يمكن يكونوا منصوبين والشركة هي حجز الجرر عليه، هو ناصب مصاري. يمكن شركة إيكو غاز. أنا كان سؤالي أنه تواصلتوا مع إيكو غاز ولا لا؟ ما حدا بيعطيك معلومة، كل ما تحكي بهذا لك الدولة اليوم ملف خلص ملف كبير. هذا عم ملف كبير بطرابلس. ملف كبير. الشركة إذا بدها تبرئ حالها وتدافع عن حالها لازم تعطيكم جواب. جواب ما في، لانه ملف كبير وهي عصابه. احنا ما عندنا شغل، هي عصابه منو شخص منو بالاب والابن هسه في وراهم كثير. نحن ما خصنا بهذا الموضوع لانه عندنا 60 جهاز دوله نحن بالبلد لتاخذ. بس المشكله هلا نحن بعدنا بالغابه، بعد ما زبطت وناطرين هسه يومين ثلاثه اي حدا من العالم الفقيره بدهم يجوا يعصبوا علينا او نعمل مشاكل معهم. اي مشكله مع حدا فقير شايف هذا الفوره اللي فايره كلها حتنسان بعائلته. والله نحن عم نقول لهم كرمالهم، يعني العالم هاللي اللي حتجتمع مره ثانيه حتطلع لعندهم. طيب شو ناطر بعد؟ ابنك تقوص وراح، ناطر اسا ليموت لحتى ترد للعالم، او ناطر انت يصير لك شيء؟ الفقير اليوم ما بقى عنده شيء يخسره، كلياتنا فقره، ما بقى عندنا شيء يخسره، لهالسبب انا قلت لك عم بهدد علنا، لانه ما انا فرقاني معي، وانا قانوني وعامل. 300 دولار بالحرام يجيب لي موتوسيك فيهم، اخذ مني 300 دولار يجيب لي موتوسيك من الحجز. شلت انا من بيتي ونصبهم علي على اساس انه يعبي لي اياه. قال لي الجمعه جمعتين طالع عندي، جيت لعنده قال لي يلا ربع ساعه، جيت لعنده قال لي نص ساعه. طيب بدي الجره حتى، قلت له يا اخي ما بدي اعبيها اعطيني اياها. قال لي خلص هلا نص ساعه طالع عندي بكره اثنين ثلاثه. حرام والله، حرام الله ما يوفقك. نحن حكينا معه كذا مره على انه نحن ما بدنا نفوت بمشاكل، وانا حكيت مع ابوه ثلاث اربع مرات اتصل فيه يا حاج ما بدنا مشاكل ما بدنا دم. نحن منا قاصرين نعمل مثل ما برا عم يعملوا. نحن بدنا حل حبيه، رجع لنا جيراننا وما بدنا شيء منك. خلينا ما بدنا اياهم مليانين، رجعهم فاضيين لنردوا للعالم.
انطر علي يومين وشو فيك تتحمل معي واحكي ب 15 دولار واحكي ب 20 دولار وكذاب وما عم يرد علينا. نحن هلا شو في لعله بدنا ناخذه، شو ما كان يكون بيته محله شو ما كان يكون بدنا نفوت ناخذه. 3000 جره بس وين العالم؟ 3000 جره ليكو هي واحدة من الناس حطها عندي محلاتنا، ما حدا بيجي يضرب محلاتنا لا انا ولا بنت اختها ولا ابنها. ليكو ابني جره وانا جره وبنت اختي جره، اخذهم مني محمد الراف على اللي روحي لانه رفيق ابني حتى ما قيد لي استلمهم وبتجي بعد جمعه وما اخذتهم. طيب ليكو انا جاري على في العالم جاري بيشتغل بالاطفائيه يعني ونحن الله يسامحه اخذ لعلي واخذ للاطفائيه واخذ لرفقاته بالاطفائيه لانه الدوله تبعيتنا فاشله، دولتنا جرثومه منحطه. يعني هو محمد الدولة هي عم بتخبي هول النصابين وهي اللي عم تأمن لهم وفي جهات سياسية مغطيين لحتى عم بيسرقونا. هو ما له ولا وحدة ولا جرة ولا جرة له فيهم الأشرار. زوجي اللي اخدهم زوجي يعني وهلا العالم كلها عم تركض لعنده، انت النصاب وانت الحرامي وهن النصابين والحراميين مغطيين من الدولة. يجي ينقبر هو هذا المستشيخ اللي خرع عليه وعلى مشيخته واللي عامل حاله بخاف الله واسم الله وعبد الله، ينقبر ينزل يعطي العالم حق. العالم ما انا عايشة بالريح، نحن صرنا عايشين تحت خط الفقر واكثر من الفقر. جرة الغاز اذا بده يعطينا حق 20 دولار مثل ما سمعت عم بيعطي برا، ما حتجيب لنا جرة غاز، يروح يردها على جوع الجربين. الاستراليين اللي عم بيمولوا من استراليا وكانوا حاطين ساعتهم فيه على الاساس هو ابن دين هو ابن استغفر الله العظيم يا ربي هو الدنيا كلياتها، يجوا هن يدعوا علينا نحن لانه نحن امنا فيهم بعدين امنا فيهم. نحن تخوزعنا على الاخر منه لهيدا الشيخ ومن ابنه ابن الكلب، هن اثنيناتهم نار جهنم وبئس المصير. خلينا نشوف سماح صار الفويس جاهز معك. بس هلا بدون الله لا يرحمه لعبود اللي مات بسوريا. يا حبيبي هلا انا عندي الوالدة الجارة الغوز عم تضع الجيران لتطبخ الطبخة، بس بشكي لالله الله يصطفل فيه، عم صلي وعم مدي عليه، لا سامح بحقي ما بسامح، الله يصطفل فيه. جماعة دلونا علي لست سماع قالوا لنا عم توزع وشوف إذا بدكم شيء تاكلوا. جينا لعندها عم نحكي معها عطتنا بون، هذا البون لحو موجود هلا هو معه، يعني اللي بده يلومها لها هي ما خصها، هي انضحك علينا مثل ما انضحك علينا لانه، عرفت كيف؟ يعني هو وقت كان بالمستشفى كانوا في جماعه وانا اعطيك اياه، نحن قلنا عنده ثلاث جرار غاز صغار وجره كبيره لمحل منوش، هو هيدا المحل لابن عمي، يعني ابن عمي ما كان قاصر يطلع عليه على المستشفى ويكسر ويلعن اللي خلف واللي خلف ابوه، بس معلم هي الشغله ما عملها لانه في جماعه وهو يعني قرايبه كثير شدوا فيها وقال له انه خلص كرماله وزرعها بدعني ونحن بنجيب لك اياها. هذا الزلمه ما طلع، هلا هو عم يهدد بالسجن، يعني الدوله اللي عندنا الفاشله مقصدا يعني هي تحاسبه بقلب السجن لانه هو الزلمه بقلب السجن وعم يهدد. يعني اذا هو زلمه ويبعت حي الله واحد منهم، انا ابن الطرطوسي من ابن المينا، اذا هو زلمه وابن زلمه يجي على المينا او يبعت الزعران اللي الكلاب اللي عنده اللي بده يقوصه واللي بده يعمله بحياته. يا معلم ما في يعمل شيء، ما بيطلع من امره شيء، بس انا بقولكم يا جماعه هيدي ما خص انضحك علي مثل ما انضحك علينا لانه الله يحميك والله يعطيك العافيه معلم. خلينا نشوف سماح اذا صار جاهز الفويس سماح او بعد. يلا عم بيطلع. انا رح اقول كلمه ليك يا ابو عبود، انت الفويس اللي بعته للريحاوي كنتوا على البركه هون، انت قايله كرمال الله ما تقول للدوله لانه منبيعين على سوريا. انا حقول للدوله انه منبيعين على سوريا، بس الدوله نايمه دودو. وين الدوله؟ وين هي الدوله؟ الدولة إذا ما رح تاخد حقنا معناتها هي عم تقلنا فوتوا دم. هي الدولة على الفيحة. ليك يا أبو عبود أنا شو بدك تعمل معي عمال؟ وما بقى فيك تبعت لي تهديدات أكثر من هيك. خلينا نشوف هيدا الفويس جاهز إيه أو لا. فينا نسأل شو اسمه نسمع الصوت شوي. فيني بعت لك يوم لا ما هلا نحن لايف بدنا نشوف نسمعه نسمعه دغري هلا. لا 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 ل
خليني اختم معكم بس عمر عمر وسماح اذا بتفضلوا يلا عمر وسماح بس هلا ختام الموضوع هلا اذا ما مشي الحال شو رح نعمل ما فينا نحكي شو رح نعمل خي بيعرف يتصرف اسبوع زمان ما مشي الحال يعني ما وصلنا لحق والقانون مشي معه انه يلا ينام فيهم 4-5 اشهر ما حينام يعني حينسحب ان كان بسرايا وان كان بمخفر وان كان وين ما كان وهو بيعرف انه انا بس احكي بده يصير معه شيء بس سلام عليكم شكرا لكم مشاهدينا الكرام يعني هذا كل شيء من مدينة الميناء تفاصيل أكثر في الأيام المقبلة مع أصحاب الجرات المسروقة والناس المدفوق عليها بهذا الموضوع شكرا لكم وإلى اللقاء